نفتتح هذا الموجز بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث دانت عمان إعلان رئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو إعلانه عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية. وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من أن هذه الممارسات تقتل فرص السلام، مطالبة إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد لوقفها. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف الهجمات التي تشنها الحكومة السورية والجهات الداعمة لها على محافظة إدلب لمنع كارثة إنسانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحسب بيان للرئاسة التركية. إلى ذلك، أعلنت تركيا أن الولايات المتحدة قد تسلمها صواريخ باتريوت بالتزامن مع مقتل جنديين تركيين في هجمات نسبت إلى قوات الحكومة السورية في إدلب يوم الخميس. يدلي الناخبون الإيرانيون اليوم بأصواتهم في انتخابات تشريعية هي 11 منذ الثورة الإسلامية، يتوقع أن يفوز فيها المحافظون في ظل ما يتعرض له الرئيس الإيراني حسن روحاني من انتقادات على خلفية التدهور الاقتصادي والفساد والأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد. أعلنت الرياض فجر اليوم اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء تجاه عدد من مدن المملكة. ولم يوضح بيان للمتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية التركي المالكي عدد الصواريخ التي أطلقت ولا المدن التي استهدفتها. يحيي الجزائريون ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي بمسيرات للأسبوع 53 على التوالي، تمكنوا خلالها من إرغام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما من الحكم. ودعا أعضاء العقد السياسي لقوى البديل الديمقراطي إلى التجنيد الشعبي السلمي من أجل إفشال مخطط إعادة إنتاج نفس النظام وإرساء أسس الجمهورية الجديدة. أعلن قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر الذي يزور موسكو أنه سيواجه عسكريا الجنود الأتراك في حال لم تتوصل مفاوضات جنيف إلى إرساء السلام والأمن في البلاد ووقف دائم لإطلاق النار في ظل مساندة أنقرة لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا وتوقيع اتفاقات التعاون العسكري والأمني والبحري بين أنقرة وطرابلس. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نلقاكم عند رأس الساعة مع آخر التطورات. إلى اللقاء.